وعرضة الخيل والهجن فن من الاستعراض، يقوم الفرسان أو راكبو الجمال من خلاله بعروض تعكس مهارة تعامل الإنسان العماني وترويضه للهجن والخيل والتناغم بين الفرسان أثناء تأديتها، حيث تبدأ العرضة بدخول الخيل أو الجمال أو هما معا في شكل صفوف ترحيبية وهي بكامل زينتها وجمالها، ويردد الفرسان أو راكبو الجمال فنونا شعبية وأبياتا شعرية تسمى بالهمبل.